نشرة أخبار كورونا، حياكم الله. نبدأها بالعناوين. وزير الصحة حسن التميمي يعلن أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى من لقاحات كورونا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. أكثر من 100 مليون إصابة بالفيروس حول العالم، والولايات المتحدة تتصدر المشهد الوبائي، تليها الهند والبرازيل. تجارب سريرية على 7 لقاحات في الصين ومساعي أوروبية لتأمين 9 ملايين جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا. أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى من لقاحات كورونا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. التميمي قال أن الدفعة الأولى تضم 3 ملايين جرعة من العقار، والتي جاءت ضمن جهود الحكومة لتأمين حاجة البلاد من اللقاحات المضادة للفيروس ووصولها مجانا للمواطنين عبر المنافذ الصحية المختصة في الوزارة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باتخاذ إجراءات تتخذ أو تحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا. بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ذكر أن التوجيهات تضمنت التأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا المتعلقة بغلق الحدود ومنع السفر إلى الدول التي ظهرت فيها إصابات بالسلالة الجديدة، ومناقشة توريد اللقاح وعدم توزيعه من غير المؤسسات الصحية إلا بموافقة وزارة الصحة الاتحادية حصرا. كما وتضمنت التوجيهات التأكيد على دواوين الأوقاف، إقامة مجالس العزاء في القاعات التابعة لها، وإلزام وزارة التربية المدارس بالدوام ليوم واحد لكل مرحلة، وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة. المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أكد أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا دفع إلى استنفار تام داخل الوزارة. البدر في حديث للإخبارية بنشرة سابقة أشار لأن ارتفاع الإصابات يمكن أن يكون بداية لتفشي الوباء الجديد أو تأثيرات موجة البرد الأخيرة. خلال الأسبوعين الماضيين هناك تصاعد بطيء وتدريجي في أعداد الحالات المسجلة. هذا الموضوع خلى وزارة الصحة في حالة انذار ونتابع عن كثب. من الممكن أن تكون هذه إرهاصات وبداية لتفشي وباء جديد. نخلي في بالنا عدة أمور. أولا أننا ما زلنا في موسم الشتاء، ولعله هذه الزيادة قد تكون متعلقة بموجة البرد اللي كانت قبل أسبوعين. أنا يعني هذا يحتاج إلى دراسة مفصلة أكثر. الموضوع الأهم والأخطر هو عدم الالتزام الواضح. جميعكم تلاحظون العراقية حاضرة في كل المحافظات وتؤشر عدم التزام واضح بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وباقي التوصيات الخاصة بالوقاية الشخصية والمجتمعية، وحتى في إقليم كردستان رغم كل نداءات الوزارة، كل الجهد اللي كان للوزارة وما زال خلال السنة الماضية. و جولة كبرى أجرتها وزارة الصحة في مدينة الصدر ببغداد لإجراء التحقيق الوبائي من الإصابة أو التحقق الوبائي من الإصابة بفيروس كورونا. الحملة شملت عددا من الأسواق والدور السكنية والأسواق الشعبية والمدارس أيضا. تعد مدينة الصدر من أكثر مناطق بغداد اكتظاظا بالمواطنين، فاستهدافها من قبل الفرق الجوالة لأخذ المساحات لإعطاء أهمية كبرى في عدد الإصابات. هكذا تدخل الفرق الصحية الجوالة إلى الأسواق الشعبية في جانب الرصافة، وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان، حتى بدأت الملاكات التمريضية سحب العينات العشوائية من المواطنين للتأكد من أعداد المصابين بفيروس كورونا. أما هذه المرأة أكدت أنها على تواصل في ارتداء الكمامة وقالت: أنا أنصح أسرتي بارتدائها. أنا صار لي يعني من بداية الكورونا لحد الآن أنا لابستها، أبد ما أذبنها، يعني أحافظ على صحتي. إحنا نتجنب العالم اللي يجينا هنا يشتري من يمه، نتجنب من يمه، فهم ما تفحصوا هاي، إحنا هذا الشيء اطمئنان إنه. وفي اتجاه آخر تحركت الملاكات الصحية نحو المدارس
مستهدفين عددا من التلاميذ في خطوة لمنع انتشار الفيروس بين الطلاب وعزل المصاب منهم إذا تبينت حالته موجبة. أكثر من 300 فريق طبي وصحي لأخذ المسحات، مسحات البي سي آر والفحص السريع، وكذلك التوعية الصحية وتوزيع الكمامات وتوعية المواطنين حول أهمية الالتزام بالضوابط والشروط الصحية لكي لا نلجأ لا سمح الله إلى خيارات أخرى اللي هي من ضمنها الحظر الجزئي أو غيره. هناك حملات طبعا لطلاب المدارس مستمرة منذ بداية العام الدراسي، الحملات لغرض أخذ مسحات من طلبة المدارس ومن الكوادر التدريسية، وأيضا معها حملات توعوية للكوادر والطلاب. دخول معركة الملاكات الطبية والتي تنتشر بأكثر من 350 تمريضيا مع فيروس كورونا مستخدمين سلاح التوعية والالتزام بالشروط الصحية لحصر هذا الوباء. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. اختلفت دراسات المعاهد الطبية العالمية والمتخصصين حول النهاية المتوقعة لفيروس كورونا على غرار إقرانه من الفيروسات الوبائية السابقة، فيما قال متخصصون في الصحة العامة أن تطور الفيروس من الممكن أن يؤدي إلى نهايته. تناقلت وسائل الإعلام العربي والمحلي الدراسات الأمريكية الطبية عن نهاية لفيروس كورونا بطريقة مشابهة لنهاية فيروس سارس. الدراسات هذه والتي أحدها عن معهد بريكلي الطبي في ولاية كاليفورنيا كشفت أن تطور الفيروس سيؤدي إلى قتل الفيروس لنفسه. هيئة طبية عراقية من جانبها رجحت أن تكون هذه الدراسات دقيقة، فيما شكك آخرون. بعض الدراسات ذكرت انه بعد شهرين مقبلين راح ينتهي الفيروس ويبدا بتلاشى، يعني كل هي طبيعه الفيروسات بشكل عام تاخذ لها حقبه معينه وبالتالي تنتهي تدريجيا، ولكن احنا ما نقول ما نثبت هذا الشيء الا يعني كفيروس كورونا يختلف عن اقران من الفيروسات، لان هو فيروس كان شديد. وكانت دراسات قد كشفت عن ان الطفرات الجديده لكورونا ستؤدي الى انتاج سلالات جديده اكثر ضعفا في مواجهه الجهاز المناعي لجسم الانسان. متخصصون في الصحه العامه ابدوا عن ردودهم المتخصصه ازاء هكذا دراسات. هذه الطفرات لحد الآن هي ما أدت الشكل اللي نقول إنه الفيروس انتهى. بصراحة كانت طفرات بسيطة، هي في الغلاف الخارجي للفيروس، الأمر اللي أدى إلى أنه هو الفيروس نفس الفيروس، لكن سرعة الانتشار من قبل الفيروس زادت. إحنا نأمل طبعا أنه تحدث طفرة ثانية ممكن تقود إلى اختفاء هذا الفيروس كما حدث في بقية الفيروسات الوبائية اللي انتشرت سابقا. وفي سياق متصل بينت وزارة الصحة للإخبارية أنها تعتمد سلفا على خطط صحية معدة لمواجهة انتشار الفيروس، فضلا عن احتياطات صحية للتعامل مع ظروف استمرار الفيروس العام الحالي، نافية ما اعتبرتها بالفرضيات عن انتهاء وجود الفيروس قريبا. غير صحيح، لا يوجد أي مصدر علمي لمثل هذا الكلام. على العكس، الكثير من الخبراء الصحة العامة يحذرون أن القادم قد يكون أسوأ ما يخص كورونا، وبكل صراحة لا نلاحظ التزام في جميع المدن العراقية وحتى في إقليم كردستان. ويرى الشارع العراقي أن انتهاء دورة أمراض فيروس كورونا وخلال الشهرين المقبلين حال تحققت فإنها ستوفر الكثير من الجهود المبذولة رسميا دوليا ومحليا داخل البلاد. لقناة الإخبارية العراقية من بغداد، صبر كاظم. ممثل الصحة العالمية في العراق الدكتور أحمد زويتن قال أن العراق يعد من أفضل دول المنطقة في مواجهة وباء كورونا، مشيدا بجهود وزارة الصحة التي نجحت في تخفيض مستوى الإصابات بشكل كبير. العراق اليوم ما شاء الله بفضل جهود الكادر الطبي ووزارة الصحة العراقية في أحسن حال من كثير من البلدان في المنطقة. فالمنحنى الوبائي ما شاء الله يعني سجل انخفاض كبير، وبنشوف مقارنة مع بلدان أخرى إنه الحمد لله الحالة مطمئنة، لكن هذا ليس داعي إنه خلاص يعني إنه نتخلص من تدابير الوقائية والاحترازية. هذا عكس، لازم إنه المواطن العراقي يحرص على التدابير الوقائية.
صحة محافظة كربلاء كثفت إجراءاتها الرقابية في الأماكن العامة بعد الارتفاع الملحوظ بعدد الإصابات بفيروس كورونا وسط مخاوف من موجة جديدة بسبب عدم الالتزام بإجراءات الوقاية. بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة في كربلاء، كثفت فرق الرقابة الصحية في دار صحة كربلاء جولاتها الميدانية لضمان تطبيق أصحاب المطاعم والمعامل الإجراءات الوقائية. الجولات تضمنت أخذ مسحات عشوائية للعاملين في هذه الأماكن. باشرت فرقنا صباح هذا اليوم بحملة توعوية وتفتيشية على المرافق العامة اللي تتضمن المطاعم والمحلات والمولات. طبعا هي استمرار للحملات من العام السابق، من تاريخ أول إصابة في تاريخ 4/3 استمرينا احنا، يعني دخلنا كإنذار كشعبة الرقابة بما يخص المطاعم. من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها شعب الرقابة الصحية على مدى 4 قطاعات، يعني قطاع الحسينية والهندية وقطاع المركز قطاع الحر، نلاحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام أصحاب المحلات والمتبضعين ورواد المحلات بالإجراءات الصحية. أصحاب الأسواق والمطاعم من جانبهم أكدوا التزامهم بالإجراءات الوقائية المتبعة وتعاونهم على الأجهزة الرقابية واستمرارهم في توفير مستحضرات الوقاية لعامليهم والمواطنين الذين يرتادون محلهم للتسوق. سلسلة المحاضرات التثقيفية لجميع العاملين وسلسلة مراقبة العاملين جميعا في داخل الشركة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من حيث لبس الكمامة واستخدام المطهرات والمعقمات. كورونا شوية خفت مو مثل قبل زين، بس احنا اثناء الطبخ اثناء الشيء الغسيل عصر طماطم الشغلات هذه نظافة العامة زين، يعني مجربين الجماعة يدرون الحمد لله وشكر زين، خصوصا الشغلات اللي يصير بها يعني تهدي مرض كورونا. جولات مكثفة لفرق الرقابة الصحية في الأسواق والأماكن العامة نفذتها دار صحة كربلاء بعد أن سجلت ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة. من كربلاء المقدسة حسين محمد، قناة العراقية الإخبارية. مشاهدينا، وحول هذا الموضوع ينضم معنا مدير شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية في دائرة صحة كربلاء الدكتور صفاء الغانمي. دكتور صفاء أهلا بك. يعني هنالك ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات سجلت في الآونة الأخيرة، إلى ماذا تعزون هذا الارتفاع؟ هل هو بسبب موجة البرد السابقة أم بسبب عدم الوقاية لدى المواطنين؟ تفضل دكتور. اهلا وسهلا بك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا لكم على هذه الاستضافه. طبعا نعم هناك زياده نسبيه، وهذه الزياده احنا نعتبرها كوبائيين وكدائره الصحه متوقعه. هذه الزياده تعزى لاكثر من سبب، احد هذه الاسباب هو انه موجه البرد، السبب الثاني عدم التزام المواطن العراقي بشكل عام، لأنه تعرفون خصوصية محافظة كربلاء محافظة مستقطبة للزائرين من جميع محافظات العراق والعالم. السبب الثالث هو قد تكون له علاقة بالسلالة الجديدة، لكن لا تتوفر أي أدلة أو براهين علمية أو فحوصات مختبرية حول وجود هذه السلالة في العراق بشكل عام أو في كربلاء بشكل خاص. نعم، طيب يعني الأجهزة المختصة كثفت من إجراءاتها الرقابية في الأماكن العامة، يعني حدثنا عن هذه الإجراءات والجهات المسؤولة عنها، وهل هذه يعني هذه الإجراءات الرقابية أيضا تتحدد أو تخص في المناطق التي المناطق المقدسة؟ يعني هل هنالك إجراءات على الزائرين مثلا؟ نعم هناك جهود مشتركة من جميع أقسام دائرة صحة كربلاء المقدسة، شعبة الرقابة الصحية، شعبة أمراض انتقالية، شعبة الصحة المدرسية، جميعها تعمل كخلية نحل. طبعا هذا العمل كان من بداية الوباء في الشهر الثالث ولغاية اليوم، لكن بالفترة الأخيرة بعد ملاحظة الزيادة النسبية وصعود المنحني الوبائي تم تكثيف هذه الإجراءات بشكل قوي جدا. أكو هناك فعاليات الرصد الفعال على المعاهد والمدارس والكليات بفرعيها الحكومي والأهلي، هناك حملات رقابة صحية مشددة على المطاعم والمحال التجارية والمولات، هناك يعني إجراءات مشددة
صارت خلال الأسبوعين الأخيريات من قبل القطاعات الصحية الأربعة في محافظة كربلاء المقدسة من خلال نشر الرسائل الصحية وتوزيع الكمامات والكفوف والتجديد على التباعد الاجتماعي. طيب يعني دول المنطقة بالنسبة للمنطقة منطقة الحرمين. نعم تفضل. نعم. بالنسبة لمنطقة الحرمين مشمولة من ضمن إجراءات دار الصحة كربلاء، فرق الرقابة الصحية موزعة حول مداخل كربلاء وحول المداخل الرئيسية للحرمين المقدسين مرقدي الإمام الحسين والعباس عليهم السلام. نعم. يعني يوميا وبشكل متواصل ولساعات متأخرة في الليل هناك حرص وتجديد على لبس الكمامة وكذا، لكن يبقى الأمر مرهون و تطور هذا الموضوع مرهون بمدى التزام المواطن العراقي كما أكدت في البداية وليس على المواطن الكربلائي بشكل خاص. نعم. طيب يعني دول المنطقة سجلت إصابات بسلالات جديدة من الفيروس، يعني إذن ما الذي عدت المحافظة لتلافي خطر دخول هذه السلالات إلى المحافظة؟ نعم طبعا إحنا نعمل كخلية نحل نتبع البروتوكول المرسل إلينا من قبل وزارة الصحة العراقية. هناك اجتماعات دورية لخلية الأزمة، هناك اجتماعات للمؤسسات والفرق الخاصة بمتابعة هذا الموضوع، لكن الإجراءات تكون على قسمين، قسم خاص ينفذ من قبل المحافظة ودائرة الصحة كربلاء وهو المراقبة المستمرة والرصد الفعال والتوعية الصحية المشددة وغلق أي مناطق يعني تظهر فيها حالات معينة لعدد معين حسب البروتوكول المتبع من قبل وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة العليا، وهناك إجراءات تابعة إجراءات مركزية نحن ملتزمون بالإجراءات الموصى بها من قبل لجنة الصحة والسلامة العليا من قبل وزارة الصحة العراقية. نعم. طيب يعني دكتور بما أنه حضرتك اختصاص أمراض انتقالية، يعني برأيك هل فيروس كورونا الحالي يختلف عن السلالة الجديدة، وهل علاج كورونا هو ممكن أنه يستخدم أيضا على هذه السلالات الجديدة؟ نعم سؤال مهم جدا. طبعا احنا هناك أدلة علمية وهناك ملاحظات شخصية. أدلة علمية مثل ما تفضلت حضرتك بداية اللقاء، لا توجد أي براهين علمية أو فحوصات مختبرية تميز السلالة الجديدة عن السلالة القديمة، لكن هناك المشاهدات الشخصية لأخصائي طب المجتمع وأخصائي الباطنية والأمراض التنفسية أكدت على هنا أنه بعض الأعراض اللي ظهرت حاليا هذه الأعراض قد تميل إلى كونها من السلالة الجديدة، مثلا شدة الإصابة، يعني احنا عندنا هسه حالات الإصابة زادت بشكل ملحوظ ولكن شدة الإصابة أقل، عدد الدخول يعني عدد ملحوظ لكن أقل نسبيا من الأشهر السابقة، الأشهر الأولى الزيادة اللي حاصلة في شهر الخامس والسادس والسابع من السنة الماضية. طبيعة هذا المرض يعني هسه رغم الزيادة الحاصلة في الأعداد لكن الوفيات قليلة، هاي كلها عبارة عن ملاحظات شخصية يعني من خلال متابعتنا للمرضى شدة المرضى عندهم قليلة، نسبة الوفيات عندنا حاليا قليلة لكن عدد الحالات كثير. ما يتنبأ به علماء الطب المجتمع في العالم والمنظمة الصحة العالمية والCDC هو الخوف من أنه بعد الزيادة العالية في عدد الحالات تصبح نسبة العدوى تؤدي إلى ازدياد عدد الوفيات ونسبة الوفيات. أما هي السلالة فالمفروض وهذا الشيء احنا هم نريد نرفع يعني معنويات المواطن لأن هذا يأثر على المناعة، هي أقل ضراوة المفروض من السلالة القديمة، لكن بانتظار الفحوصات المختبرية اللي نعتمدها من قبل وزارة الصحة العراقية للتفريق بين السلالة الجديدة والسلالة القديمة. نعم. طيب يعني وزير الصحة أعلن أن الأسابيع المقبلة ستشهد وصول أول دفعة من لقاحات كورونا، يعني حدثنا عن الاستعدادات أو استعدادات المحافظة لتسلم وتوزيع اللقاح، هل هنالك مثلا أولوية في التوزيع لكبار السن أم كيف ستتم آلية التوزيع؟ بالحقيقة هذا شيء من اختصاص شعبة التحصين. نعم. لكن حاليا لا توجد أي تأكيدات حول
الآلية المتبعة. توجد فرضيات علمية، طبعا احنا ملتزمين بالتوصيات اللي راح تجي ويا استلام اللقاح، احنا مستعدين لهذا الشيء واحنا جاي نتابع يعني الشيء بأول بأول، لكن عند وصول اللقاح تأتي معه توصيات حول أولوية اللقاح مثلا لكبار السن، فئات الاختطار العالية وما إلى غيرها. هذا الشيء من اختصاص شعبة التحصين، إن شاء الله في حال وصول اللقاح راح نوافيكم بالتفاصيل في وقتها. الدكتور صفاء الغانمي شكرا جزيلا لك. الجهات الصحية في محافظة الأنبار مستمرة بإجراءاتها الاحترازية، حيث تقوم تلك الجهات بحملات تعفير للأسواق والمدارس لمواجهة السلالة الجديدة لفيروس كورونا. إجراءات احترازية تقوم بها الجهات الصحية في الأنبار، حملات تعفير وتعقيم للمدارس والأسواق وأماكن التجمعات خشية من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا الذي بدأ بالانتشار عالميا. محافظة الأنبار كانت تأخذ في السابق يعني 200 400 300 مسحة في اليوم، الآن وصلنا إلى 3000 مسحة في اليوم. الإصابات جدا قليلة، نسبة الشفاء زادت إلى 97%، قلت نسبة الوفيات، ولكن هناك رأينا استهانة بموضوع الإجراءات الوقاية. الآن هناك طفرة جديدة وسلالة جديدة من مرض كورونا فيروس تم تسجيله في بريطانيا، في ألمانيا، في باقي الدول، نتوقع أنه ينتقل إلى الدول العربية ومن ضمنها العراق. نتوقع زيادة الإصابات في المرحلة القادمة. تم تشكيل عدد من الفرق للانطلاق إلى المدارس الموجودة في المحافظة من أجل تقديم التوعية وسحب النماذج الخاصة بالفحص الكورونا للاطلاع على مستوى الإصابات والمحافظة على مستوى جيد أو قليل من الإصابات. الأنبار لم تسجل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا 20، ولمنع دخوله للمحافظة ومرافقها أطلقت هذه الحملة الكبيرة كخطوة استباقية صحيحة لمنع الإصابات. قامت هذه الفرق بتكثيف جهود التوعية الصحية بخصوص مرض كورونا، إضافة إلى توزيع الكمامات وإجراء المسحات الخاصة بالفحص، أي لإجراء المسح الميداني العشوائي. نوجه السادة المواطنين الكرام بضرورة التعاون المطلق مع فرقنا الصحية. تعتبر خدمة للصحة العامة للجميع وخدمة لسلامة الطلاب، وتم توجيه الطلبة أيضا بالتباعد عن بعض وقلة التلامس فيما بينهم. الخشية من انتشار السلالة الجديدة دفع الجهات المختصة لإجراءات من شأنها التأكد من عدم وجود إصابات بهذه السلالة الجديدة لكورونا. عمر الدليم، العراقية الإخبارية، الأنبار. بعد 6 أشهر مضت على تحويل مستشفى كركوك العام إلى مستشفى خاص باستقبال مصابي كورونا والتأثير سلبا على مستشفيات المحافظة وتسببه بارتفاع الزخم، صحة كركوك تقرر إعادة المستشفى إلى سابق عهده. 6 أشهر من قرار خلية الأزمة في كركوك وصحتها القاضي بتحويل مستشفى كركوك العام إلى مستشفى خاص باستقبال المصابين بفيروس كورونا. اليوم وعقب بناء مستشفى الشفاء 14 من قبل العتبات المقدسة تم إعادة الخدمات الطبية فيه، مما أثر إيجابا على المستشفيات الأخرى من حيث تقليل الزخم الحاصل عليها. حسب توجيهات معالي وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، بإرجاع المستشفيات التي كانت تخدم مرضى كورونا إلى سابق عهدها، وبالتأكيد نحن الآن في مستشفى كركوك العام هناك حملة واسعة بالتعاون مع أبطال الدفاع المدني وفرقنا المتخصصة بتعفير الصالات وتعفير الردهات. بدأت هذا المنهاج منذ أيام ونحن مستمرين بالعمل لحين افتتاح المستشفى، تكون مستشفى ترجع إلى سابق عهدها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وإجراء العمليات المعقدة. كانت عملية إعادة مستشفى كركوك العام لخدماته الطبية سبقتها حملات تعفير شاملة من قبل الصحة والدفاع المدني لضمان سلامة المواطنين، بمساندة فرق الدفاع المدني في محافظة كركوك بإجراء عملية التعفير الأخيرة، وإن شاء الله سوف تعود مستشفى كركوك العام إلى استقبال المرضى
مرضى محافظة كركوك وتقديم كافة الخدمات الطبية المتوفرة فيها. ومن هنا نناشد أيضا كافة مواطنينا الالتزام التام بإجراءات السلامة الوقائية. مستشفى الكركوك العام تم تعفيرها بشكل كامل من قبل أبطال الدفاع المدني، وحاليا مستشفى كركوك بعد إعلان السيد مدير عام الصحة حاضر لاستقبال مرضى الاعتيادين وليس مرضى الكورونا. صحة كركوك قالت بأن ارتفاعا ملحوظا تشهده المحافظة في عدد حالات الشفاء، محذرة في الوقت ذاته من عدم التهاون في الإجراءات المتخذة في ظل ظهور سلالة جديدة من الفيروس. حدث وصفه المختصون في مجال الصحة والطب المهم من حيث تقديم الخدمات الطبية في هذا المستشفى وتقليل الزخم الحاصل على المستشفيات الأخرى. رودي أنور العراقي الإخبارية، كركوك. دائرة صحة وسط شددت من إجراءاتها الاحترازية بعد أن سجلت إصابات جديدة بكورونا بين صفوف الطلبة. دائرة الصحة أشارت إلى أن فرقها المختصة شخصت هذه الإصابات من خلال فحوصها الدورية التي تجريها على مدارس المحافظة. دائرة صحة وسط تعلن عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لطلبة بعض المدارس في عموم المحافظة بعد إجراء الفحوصات اللازمة من قبل الفرق التخصصية في تلك المدارس، لتفرض صحة وسط بدورها إجراءات مشددة بالتنسيق مع تربية وسط خلال هذه الفترة. الإصابات اللي سجلناها في المدارس هم لطلبة ليست لديهم أي أعراض، وإنما عن طريق الفحص بصورة عشوائية اكتشفت هذه الأمراض، لأنه العمار الصغيرة الحقيقة ما تظهر عليهم أعراض الكورونا فيروس. لذلك الحملة المستمرة والعشوائية وأخذ العينات العشوائية من هذه المدارس هو الاكتشاف المرض لعدم انتقاله إلى طلبة آخرين أو لعوائلهم. حقيقة دائرة الصحة مع مديرية التربية مستمرة من خلال التعاون بخلال تعفير المدارس وإجراء فحوصات البي سي آر لكافة الطلبة، وسوف تكون الحملات مكثفة خلال الفترة المقبلة خوفا من تفشي الموجة الجديدة للوباء. المديرية العامة لتربية المحافظة أشارت إلى أن هناك توجها يتمثل بإغلاق الصفوف المدرسية التي تظهر فيها الإصابات لمدة أسبوعين كإجراء احترازي ووقائي بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة والملكات التعليمية. في حال ظهور نتائج الطلبة وهنالك إصابات، لدى رئاسة صحة واسط تعليمات من خلية الأزمة المركزية، أما إعطاء إجازة لمدة أسبوعين إلى التلميذ، أو يتطلب أحيانا غلق المرحلة الدراسية، وأحيانا يتطلب غلق المدرسة. هذا وسبق لدائرة صحة واسط أن قامت بإغلاق عدد من المدارس الحكومية والأهلية وتوجيه إنذار لمدارس أخرى لعدم تطبيقها وامتثالها لتعليمات ومقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة المشكلة في المحافظة. الجهات المعنية والمختصة في صحة واسط والمديرية العامة لتربية المحافظة يؤكدان على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الدوام في المدارس لمدة يوم واحد في الأسبوع، والتأكيد على التباعد الاجتماعي ودعوة إدارات المدارس على أهمية ارتداء الكمامات والتواصل بتعفير وتعقيم الصفوف والمرافق الأخرى في المدارس. ميثاق الزريجي، العراقية الإخبارية، الكوت. مشاهدينا، وحول هذا الموضوع ينضم معنا من واسط مدير تربية المحافظة الأستاذ ثامر القطبي. أستاذ ثامر، أهلا بك. يعني صحة المحافظة أعلنت تسجيل إصابات جديدة بكورونا بين صفوف الطلبة، يعني ضعنا في صورة هذا الخبر، وأيضا أود التعرف على كم هم أعمار الطلبة الذين أصيبوا بفيروس كورونا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع مشاهدي الإخبارية العراقية، وشكرا للاستضافة. بداية أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يتم القضاء على هذا الفيروس ويرحم الذين رحلوا نتيجة الإصابة بهذا الوباء ويشافي جميع الجرحى إن شاء الله. الحقيقة هناك بعض الإصابات التي ظهرت في صفوف التلاميذ والطلبة نتيجة للاختبارات الميدانية التي قامت بها صحة واسط من خلال فرقها الجوالة والمراكز الصحية المنتشرة في عموم المحافظة.
قد لدينا توجيهات كثيرة بهذا الخصوص من أجل تحجيم انتشار هذا الفيروس من خلال توجيه التلاميذ والطلبة باستخدام المعقبات والكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي. هنالك تعاون كبير بين المديرية العامة للتربية في محافظة واسط وصحة واسط متمثلة بمدير عام الصحة والكوادر الإدارية والطبية في المديرية. لدينا كذلك خطط وقائية قامت بها المديرية العامة لتربية واسط من خلال إقامة دورات لإدارات المدارس وتثقيف الطلبة والتلاميذ من خلال الموقع الرسمي. طيب كم هم أعمار أستاذ ثامر؟ يعني لو سمحت بك أستاذ ثامر، يعني لو سمحت لي، كم هم أعمار الطلبة الذين أصيبوا بفيروس كورونا؟ كم تتراوح أعمارهم؟ الحقيقة أعمار معروفة، طلبة المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والإعدادية. المرحلة الابتدائية تتراوح بين السنة السادسة إلى الثانية عشر، والمرحلة المتوسطة من الثانية عشر إلى الخامسة عشر. طيب كم عددهم؟ كم عدد الطلبة المصابين؟ الحقيقة هنالك عدد من الإصابات اللي ظهرت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل صحة واسط. لدينا 6 مدارس، 4 مدارس أهلية تم غلقها، ومدرستان من المدارس الحكومية تم إغلاقها أيضا بموجب أوامر من الصحة. كذلك تم إغلاق عدد من الشعب المدرسية، وهنالك أعداد أيضا في صفوف الطلبة. لدينا إحصائيات بهذه الأعداد التي تم اكتشاف إصابتهم بهذا الفيروس. طيب يعني أستاذ، حدثنا عن استعدادات المحافظة لاستقبال لقاحات كورونا، خصوصا أن وزير الصحة قد أعلن أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد وصول أولى دفعات لقاحات كورونا إلى البلاد. الحقيقة هذا السؤال يوجه إلى الجهات المعنية اللي هي صحة واسط، باعتبار هم المعنيين باستقبال وتوزيع هذا اللقاح. ولكن من جهتنا كمديرية عامة للتربية، نحن على استعداد تام للتعاون مع صحة واسط وتوفير كل الإمكانيات اللازمة للبدء باستخدام هذا اللقاح. بالتأكيد صحة واسط لديها خطط وبرامج من أجل كيفية استخدام هذا اللقاح ولمن يعطى هذا اللقاح. نعم، إذن من واسط مدير تربية المحافظة الأستاذ ثامر القطبي، شكرا جزيلا لك. في أزمة الفيروس عالميا، تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم 100 مليوني إصابة منذ أن ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين نهاية العام الماضي، كما تجاوز عدد الذين توفوا من جراء الوباء 2,151,000 شخص. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من جراء الوباء، إذ سجلت في نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 25 مليون إصابة، تليها الهند ثم البرازيل. أعلنت الهيئة الصحية الصينية عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الهيئة أن هذا العدد يمثل انخفاضا حادا بعدد الإصابات بعد تسجيل 92 إصابة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين إلى 89,564 حالة، في حين توفي 4,636 شخصا من جراء الوباء. ونبقى في الصين، فقد أكد مسؤول رفيع المستوى في القطاع الصحي أن 7 لقاحات محلية مضادة لكورونا دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البلاد. المسؤول أوضح أن الصين لديها حاليا 16 لقاحا تم تطويرهما بشكل ذاتي، بعد أن حصلت شركة سينوفارم الموافقة على إنتاج أول لقاح بعد استيفائه شروط الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية.
قال المستشار الصحي الباكستاني فيصل سلطان أن بلاده تسلمت أول دفعة من جرعات لقاح كورونا، وهي عبارة عن 500 ألف جرعة من شركة سينوفارم الصينية. وكانت باكستان قد بدأت حملة التطعيم ضد الفيروس الأسبوع الماضي بعد حصولها على 17 مليون جرعة من لقاح شركة استرازينكا في إطار مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاح على الدول الفقيرة. وعن آخر مستجدات الموقف الوبائي في إيران، ينضم معنا من طهران مراسلنا دريد زهير. دريد أهلا بك، يعني ما هي آخر تطورات الموقف الوبائي في إيران لحد الآن، وهل هنالك أعراض لظهور السلالة الجديدة في إيران؟ تفضل دريد. تحية طيبة. يعني الموقف الوبائي أعلنته الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة قبل قليل، والمؤشرات تشير إلى انخفاض مرة أخرى في عدد الإصابات، يعني 79 شخص في خلال 24 ساعة الماضية، وحتى عدد الراقدين في المستشفيات خلال هذا اليوم أيضا قد انخفض إلى حدود 800 شخص. طبعا وصل عدد الوفيات خلال يعني الفترة هذه، فترة قرابة العام من انتشار المرض، إلى حدود يعني 58 ألف شخص. مجموع الذين ثبت إصابتهم خلال 24 ساعة الماضية تجاوز 6597 شخص. طبعا مجموع يعني الإصابات حتى هذه اللحظة خلال فترة العام تقريبا من انتشار وباء كورونا تجاوز 1,424,000 شخص. أيضا يعني حدود 3,896 شخص تحديدا هم الآن راقدين في مراكز العناية المركزة في مستشفيات إيران. طبعا أيضا اليوم دخلت مدينة أخرى ضمن المدن البرتقالية التي يجب أخذ الحيطة والحذر في الدخول إليها، وستكون هناك أيضا إجراءات مشددة خلال الفترة القادمة للذين يدخلون هذه المدينة، مدينة صومعة سرا في محافظة جيلان. محافظة جيلان التي كانت تخلو قبل أسبوع من أي مدينة أصبح لديها. طيب يعني دريد لو سمحت لي، يعني بالنسبة للذين يريدون زيارتها بسبب ارتفاع معدلات الإصابة، يعني ما هي آخر مستجدات حملات التطعيم التي أعلنت عنها الحكومة، وما هي اللقاحات التي ستعتمد في هذه الحملات بالأخص؟ يعني أبدأ من الأخير، يعني اليوم انكشف في الصحافة وجود يعني صعوبة في مسألة تعاطي مع اللقاحات الأجنبية، بحيث أنه كانت هناك أزمة بين اللقاح الروسي، الحديث عن اللقاح الروسي البعض يتحدث عنه بأنه ليس مأمونا، لكن وزارة الصحة تقول بأن الذين يتحدثون بهذه التصريحات ليسوا مخولين للحديث في هذا الموضوع، واللقاح أخذ ترخيص اضطراري من أجل تطعيم المواطنين به. طبعا هناك أربع فئات هي التي تم تحديدها خلال الفترة القادمة من أجل التطعيم. الفئة الأولى هي فئة الذين يعملون في القطاع الصحي وكبار السن والمعاقين الذين هم في مراكز يعني رعاية المسنين والمعاقين، وهؤلاء سيأخذون الجرعة خلال قبل بداية فصل الربيع. ولكن الحديث أيضا عن القسم الثاني، وهو القسم الذي سيأخذه في الربيع، هم من يتجاوز أعمار 60 سنة، 55 سنة فما فوق. القسم الرابع سيكونون أيضا من أولئك الذين يتعاطون بشكل أو بآخر مع القضايا الأمنية، مثل الشرطة، مثل الجيش والدفاع والقطاع الصحي الغير مباشر مع الأمراض. وستكون التطعيم الأخيرة في قبل يعني بداية فصل الشتاء المقبل، سيكون هو يعني التطعيم العام. طبعا الحديث الآن عن شراء 50 مليون جرعة لقاح، 25 منها 25 مليون جرعة من خارج إيران، ولقاحات أجنبية، والمرجح أن تكون صينية وروسية ولقاح سويدي، وهناك لقاحات هندية أيضا واعدة كما تم الحديث عنها اليوم. وهناك أيضا حديث عن 25 مليون لقاح سيتم شراءها
حين يعني أن بعد أن يأخذ التراخيص اللازمة في فصل الربيع. وهذا الكلام من حسب المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الإيرانية. نعم، من طهران مراسلنا دريد زهير، شكرا جزيلا لك. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن شركة استرانزيكا ستسلم الاتحاد الأوروبي 9 ملايين جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكورونا في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن أعلنت الشركة السويدية بشكل غير متوقع أنها ستوقف إمداداتها من العقار إلى الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من إمكانية تعرقل تدفق إمدادات اللقاح في الوقت الذي تسعى فيه المفوضية تلقيح 70% من البالغين بحلول نهاية الصيف المقبل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وجه دعوة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ لمناقشة خطة إغاثة من فيروس كورونا، ودعا الجمهوريين إلى زيادة التمويل للدفع بالتطعيم واختبارات كورونا، بالإضافة إلى دعم المدارس ومراكز رعاية الأطفال، فضلا عن مساعدة الأسر المحتاجة وتمويل إضافي للشركات الصغيرة. مشاهدينا، قبل الختام أكثر بالعناوين. وزير الصحة حسن التميمي يعلن أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى من لقاحات كورونا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. أكثر من 100 مليون إصابة بالفيروس حول العالم، والولايات المتحدة تتصدر المشهد الوبائي تليها الهند والبرازيل. وتجارب سريرية على 7 لقاحات في الصين ومساعا أوروبية لتأمين 9 ملايين جرعة من لقاح شركة استرازينكا. ختاما، شكرا لكم، إلى اللقاء.